بسم الله الرحمن الرحيم، راح نكمل اليوم موضوع nested if else وندخل موضوع select case إن شاء الله من chapter 3 بمادة visual basic. نشوف آخر مثال بال nested if else. هحكي لنا المثال find the second maximum value draw three values، يعني أوجد القيمة ثاني أكبر قيمة خلال من ثلاث قيم. طبعا كودنا هذا بيشتغل إذا كانت القيم positive، إذا كانت القيم موجبة كودنا صح، بس إذا كانت نيجاتيف يكون كودنا غلط. إذا كانت كلها نيجاتيف بيكون بيشتغلش هذا الحل. طيب لاحظ شو عمل عشان يوجد هذا، بيشتغل الأعداد الموجبة، الأعداد النيجاتيف غلط الحل. لاحظ إن دم x فاصلة y فاصلة z وماكس 1 وماكس 2 as integer. عرف عندك تعرف فين دبل بصير، كمان إذا عرفت فين دبل بصير أو بتعرف فين انتجر. عندنا x و y و z هذول الثلاث قيم اللي بدي أوجد ثاني أكبر قيمة. أنا أعطيتك كيف توجد أكبر قيمة، هسا أنا بدي أوجد ثاني أكبر قيمة. عرفت متغيرين max 1 و max 2 عشان يساعدني لإيجاد ثاني أكبر قيمة. بعدين قرأنا قيم x و y و z، لاحظ بدون تحويل، بدون تحويل يعني option strict off، بما إني ما عملتش تحويل عشان يكون شغلي صح لازم الاوبشن ستريكت يكون اوف. x تساوي input box enter the value of x، هاي بستخدم input dialog box بس بعطيه البرومت بدون تايتل عشان يدخل قيمة ل x، بطلب منه يدخل قيمة ل x، ونفس الاشي ل y ونفس الاشي ل z. بعدين لاحظ شو عمل، قارن قيمة x هل هي اكبر من max 1. اذا x اكبر من max 1 خلي قيمة max 1 القديمة تصير max 2 وقيمة x هي تصير أكبر قيمة. لاحظ قيمة x هل هي أكبر من max 1؟ إذا أكبر من max 1 max 2 تساوي max 1، يعني قيمة max 1 رح تصير ثاني أكبر قيمة و x رح تصير هي أكبر قيمة. max 1 رح أخزن فيها أكبر قيمة، max 2 ثاني أكبر قيمة. else if إذا x مش أكبر من max 1 هل هي أكبر من max 2؟ إذا أكبر من max 2 خلي x تساوي max 2، خلي max 1 زي ما هو بس خلي x تصير خزنها max 2. نفس الإشي بطبق على y وعلى z. ليش طب هذا بيشتغل على positive numbers فقط، على القيم الموجبة؟ لأنه max 1 وmax 2 ما أعطيتهم قيم ابتدائية، رح يكون قيم الابتدائية إيش؟ صفر. يعني أنا بدور على قيمة أكبر من الصفر بالبداية. طب لو كان كلهم نيجاتيف هذا شغلي صح؟ أنا لو عملت لك القيمة الأكبر بين بس دقيقة على ذنكو. ألو، الله يعافيك دكتور. طيب مش مشكلة، صوبتين يعني ما يعني فيش حدا ثاني بده ياخذها. طيب خلاص. لاحظ حكينا راح نطبق نفس القاعدة على y ونفس القاعدة على z. حكينا ليش هذا بيشتغل بس على positive number، لأنه max 1 و max 2 ما أعطيته قيم راح تكون قيمها الابتدائية صفر. تذكرين كيف عملت القيمة الأكبر بين ثلاث قيم أو أربع قيم أو خمس قيم؟ عملت max 1 بس أعطيتها قيمة من القيم، بعدين صرت أخذ القيمة الثانية أقارنها مع قيمة الماكس، إذا كانت أكبر من الماكس خلي الماكس يساوي القيمة الثانية. end if بجملة جديدة بأخذ القيمة الثالثة والرابع الثالثة، هل هي أكبر من الماكس؟ إذا أكبر من الماكس ماكس تساوي القيمة المتغير الثالث end if. إذا في متغير رابع بقول هل المتغير الرابع أكبر من الماكس؟ هاي لماكس لأكبر قيمة. طب ثاني أكبر قيمة هون حلها، حلها قلنا رح تشتغل صح لأنه ما أعطى قيم لماكس 1 وماكس 2، رح تكون ماكس 1 كم؟ صفر وماكس 2 صفر، يعني هو بيبحث عن قيم بوزيتيف. طب لو كل القيم نيجاتيف بيكون حلي هذا صح؟
يكون هذا الحل صح. يلا ما ينسخ، شوفوا كيف بدي أعدلك، بدي أوريك الحل، بدي أوريك الجواب، وبعد ما أوريك الإجابة بدي أعدلك إياه يصير صح. بدي أعدلك الشغل اللي يصير النصح. هاي الاوبشن عملته ستريكت اوف عشان اضمن انه ما يعترضش على اني قرات من انبوت بوكس بدون تحويل، لانه كل شيء بقراه من تكست بوكس او انبوت بوكس يعتبر تكست. دعم الرن، عملت رن. طبعا وين راح تنطبع النتيجه بالاخر؟ خلينا اشوف وين النتيجه راح تنطبع. المسج بوكس عادي يعني لو ما عنديش، وراح اقرا القيم. هاي x 23 y 32 أعطاني second maximum 23. شفنا كيف؟ طيب هذا اشتغل على البوزيتيف، لو أعطيته نيجاتيف سالب 11 سالب 1 سالب 2، المفروض الجواب شو يطلع؟ سالب 2. شو أعطاني؟ صفر، لأنه أنا قلت لك من البداية إنه هذا الشغل غلط على كل القيم، هو بيشتغل بس على القيم إذا كانت بوزيتيف. طب شو أعمل؟ شو تعمل؟ شلون إحنا اشتغلنا بالماكس؟ عملت افترضت واحدة من القيم ماكسيمم، هسا بدي آخذ ثنتين من القيم وأشوف مين الأكبر بيناتهم. لاحظ بدي آخذ ثنتين من القيم، شوفوا الكود كيف راح أعمله، راح آخذ ثنتين من القيم وأشوف مين الأكبر بيناتهم. الأكبر أخزنها max 1 والأصغر أخزنها max 2، مثلاً x و y. if x أكبر من y then max 1 يساوي x و max 2 يساوي y else max 1 يساوي y max 2 يساوي x. هيك أنا عملت قيم ابتدائية لmax 1 وmax 2، القيمة الأكبر بين x و y حطيتها max 1 وثاني أكبر قيمة حطيتها max 2. هيك شغلي بصير صح، بضل شغلي عميل، بضل شغلي بس على زد، بس راح أفحص زد، هل هو زد أكبر من max 1؟ إذا زد أكبر من max 1 max 2 تساوي max 1. نفس الجملة اللي قبل شوي فحصناها، بس أنا استخدمت أول متغيرين لإعطاء قيم ابتدائية لmax 1 وmax 2. قبل شوي كان مش معطي قيم، افترض إنه زي ما إنه صفر، وريتك إنه هذا بس بيشتغل على القيم الموجبة بوزيتيف. طب والنيجاتيف؟ إذا كل القيم نيجاتيف بيشتغل بيعطيني جواب؟ أعطينيش. طب شو الحل؟ الحل على نفس الفكرة اللي حلينا فيها الماكس العادية، مش أخذت واحدة من القيم خزنتها بالماكس. طب انا هسه عندي ماكس 1 وماكس 2، باخذ قيمتين الاكبر بيناتهم بحطهم ماكس 1، الثاني بحطهم ماكس 2، بعدين مين بضل؟ بضل زد، بضل عندي زد. لو ضفت دبليو كمان بحط جمله اف لدبليو، لو ضفت دي بحطكم جمله اف لدي اف الس. لاحظ صيغه الاف اللي ضفتها نفس اللي فحص زد، نفس اللي كان بالاول. اف زد اكبر من ماكس 1، هل هي زد اكبر من ماكس 1؟ اذا اكبر من ماكس 1 خلي القيمة اللي كانت لماكس 1 تصير ماكس 2، وبتيجي قيمة جديدة لماكس 1 اللي هي زد. else if يعني إذا مش أكبر من ماكس 1، هل زد؟ إذا مش هي مش أكبر من ماكس 1، ممكن تكون مش أكبر من ماكس 1 بس أكبر من ماكس 2، هل هي أكبر من ماكس 2؟ إذا أكبر من ماكس 2 بس غير لي ماكس 2 خليها يساوي زد. واخر شيء اطبع، هسا اعمل الكورن وشوفوا انها بتشتغل. هذا الكود بيشتغل على كل الحالات. هاي ضغطت على البتون، هاي بدي اعطيك سالب 1 وسالب 2 وسالب 3، مين ثاني اكبر قيمه؟ سالب 2. شفتوا الجواب؟ طيب ناخذ بوزيتيف، ارقام بوزيتيف 1 2 3، مين اكبر ثاني اكبر قيمه؟ 2. هذا شغلي بيكون صح، الشغل اللي انا اشتغلته مش اللي بالسلايدز. اللي بالسلايد بيشتغل بس إذا كان
اللي بالسلايدات بيشتغل بس إذا كانت الأعداد كلها بوزيتيف. طب إذا كانت خليط بين البوزيتيف والنيجاتيف، إذا كانت كلها نيجاتيف وتوجد أكبر قيمة أو ثاني أكبر قيمة، هل يكون صح؟ لا. كيف بعمل؟ بالفكرة اللي علمتك إياها للماكسيمم، بس هون بدل ماكسيمم ثاني أكبر قيمة. إذا هيك أخذت X و Y، شفت مين الأكبر بيناتهم حطيتها بالماكسيمم 1، واللي أقل حطيتها بماكسيمم 2. بعدين اشتغلت على باقي القيم، مين ظل باقي القيم؟ Z. اشتغلت على قيمة Z، هل Z أكبر من Max 1؟ وضحت الفكرة؟ هيك حلنا بكون صح، أصح من الحل المكتوب بالسلايدات. طيب خلينا نكمل بموضوع السيلكت كيس. في عنا لاحظ كومنت، ممكن بعض البرامج يطلب مني اختار خيار من عدة خيارات. احنا لحد الان اخذنا الاف البسيطة، قلت لك وان وي، الاف الس البسيطة تو ويز، ولاحظنا انه ممكن اختار خيار من عدة خيارات باستخدام نستد اف الس، بس ممكن يصير عنا نستد اف الس معقدة. في عنا طريقة اسهل لي بنقدر من خلالها نحقق فكرة الاختيار من عدة خيارات، اللي هي جملة select case. بدل ما عمل nested if else وتكون معقدة، في عنا جملة اسمها select case. هاي الجملة بتمكننا اني اختار خيار من عدة خيارات، مش من خيارين، من عدة خيارات بصيغة اسهل من nested if else. طبعا انا بقدر اكتب بصيغة nested if else واستغني عن select case، ما بهمش، بس select case احيانا بتكون ابسط من nested if else. لاحظ select case block اللي هو a decision making structure that simplifies choosing among several actions، بتبسط عملية الاختيار من عدة خيارات. avoids complex nested if constructs، يعني انا بقدر اعملها باستخدام nested if else structure، بس احنا select case بتكون ابسط. If blocks make decisions، لاحظ بجمل ال if احنا بنتخذ قرار بناء على قيمة شرط، هل هو true او false. بجملة ال select case رح نشوف انه رح نختار خيار بناء مش على شرط، بناء على اشي اسمه selector. selector ممكن يكون مش شرط true false، ممكن يكون true false، ممكن يكون string، ممكن يكون double، ممكن يكون integer، ممكن يكون من اي نوع. لاحظ اول فرق بين ال select case وال if else، اني انا بدي اختار خيار من عدة خيارات بالسيلكت كيس بطريقة ابسط من النستد اف الس. الاف الس الاف عادة بحط فيها كونديشن، بناء على قيمة الكونديشن هل هو ترو بمشي بخيار، او اذا كان فولس بمشي بخيار اخر. بالسيلكت كيس بحط اشي اسمه سيلكتر، بحط اشي اسمه سيلكتر. هذا السيلكتر ممكن يكون من اي نوع، مش شرط يكون ترو فولس، ممكن يكون انتجر، سترينج، دبل، اي نوع، ممكن يكون كاركتر، ممكن يكون من اي، ممكن يكون ترو فولس، بس هو من اي نوع. بناء على قيمة السيلكتور راح اختار خيار من عدة خيارات. اعطيك صيغة السنتكس السيلكت كيس، نشوف السيلكت كيس سنتكس. لاحظ the general form of the select case block is select case selector، بدي اختار قيمة من حسب سيلكتور معين، حسب قيمة معينة. case value list 1 يعني كيس، لاحظ بدي اختار select case، يعني select case يعني اختار حالة، اختار حالة. معنى select حالة، مش قلنا هاي اللغات عالية المستوى، يعني اذا انا بقرأ صح بالعبارات بقدر افهم الجملة شو بتعمل. select case اختار حالة بناء على قيمة selector، بناء على selector معين حسب قيمته. بقول كيف الحالة بدي اختارها، شو الاكشن؟ case value list 1. شو يعني case value list 1؟ إذا كانت قيمة السيلكتور واحدة من القيم الموجودة في value list 1، والvalue list معناها مجموعة قيم حسب نوع السيلكتور، مش شرط قيمة واحدة، قيمة أو أكثر، ليك قال لي value list. إذا كانت قيمة السيلكتور قيمة من القيم الموجودة في value list، واحدة من القيم، مش شرط كلهن، أكيد مش راح تكون السيلكتور قيمته 10 أو 5 أو 6 بنفس الوقت، راح يكون قيمته واحدة. يعني لو قلت لك select case x والx كان integer، راح يختار بناء على قيمة x. أقول له case 1.2.3.4، يعني إذا كانت قيمة x 1 أو 2 أو 3 أو 4 راح أنفذ action 1. ممكن أحط له case value list 2، أقول له case بحالة إنه القيم
كيس 3 5 6 7 5.6.7 ايش معناها؟ نفذ اكشن 2 معناها اذا كانت قيمه السلكتور ما هو شو ما كان قيمته 3 او 4 او 5 اعمل اكشن 2. كيس إلس يعني إذا كانت قيمة السيلكتور، كيس إلس معناها إذا كانت قيمة السيلكتور ولا واحد من القيم اللي بالفاليو ليست بروح على الكيس إلس بنفذ الأكشن الموجود بالكيس إلس، والكيس إلس أوبشنال. شو يعني أوبشنال؟ يعني ممكن ما أحطش كيس إلس، ممكن أقول له كيس فاليو ليست 1 أكشن 1، كيس فاليو ليست 2 أكشن 2، كيس فاليو ليست 3 أكشن 3 وما أحطش كيس إلس عادي، وآخر شيء بقول إن سيلكت. لاحظ شو بحكي لنا عن case value list. Each of the possible actions is preceded by a clause of the form case value list. كل action بدي نفذه بيعتمد على قيمة من القيم الموجودة ضمن value list. لهيك بسبق الاكشن بcase value list. بالcase value list، the value list itemizes the values of the selector. لاحظ شو case value list هي قيم بتكون من قيم السيلكتور حسب نوع قيم السيلكتور for which the action should be taken. معطينا الدياجرام اللي بيمثل طريقة تنفيذ جملة السيلكت كيس. لاحظ جملة السيلكت كيس تنفذ أول إشي يحسب قيمة السيلكتور، مش شرط يكون true false، ممكن يكون من أي نوع قلنا السيلكتور. يحسب قيمة السيلكتور، بعد ما أحسب قيمة السيلكتور بشوف هل قيمة السيلكتور واحدة من القيم الموجودة في value list 1؟ بقارن قيمة السيلكتور مع القيم اللي في value list 1. طب ببلش من أول كيس. إذا كانت القيمة موجودة في value list 1 بنفذ action 1 وبخرج من جملة السيلكت كيس. إذا مش موجودة قيمة السيلكتور في value list 1 بضطر أنزل على الكيس الثاني. هل قيمة السيلكتور واحدة من القيم الموجودة في value list 2؟ إذا بنفذ action 2 بخرج. إذا لا بنزل على الكيس الثالثة. إذا في كيس ثالثة فيها كيس value list 3 بشوف هل السيلكتور موجود قيمته بواحدة من القيم في value list 3؟ إذا بنفذ الاكشن اللي إلها وبخرج. إذا كل الكيسز false، يعني كل الكيسز false يعني قيمة السيلكتور مش موجودة ولا value list تابع لأي كيس وموجود عندي كيس إلس بروح على الكيس إلس وبنفذه. إذا فيش كيس إلس بخرج بدون ما أعمل إشي عادي. لاحظ شو حكالي evaluate هاي الديجرام الفلو شارت ديجرام اللي بمثل السيلكت كيس. evaluate selector شو يعني evaluate selector؟ يعني أحسب قيمة السيلكتور، بحسب قيمة السيلكتور بعدين هذا السيلكتور باجي بقارنه مع القيم الموجودة بالليست الأولى. هل موجود في value list 1؟ هل قيمته إحدى القيم الموجودة في value list 1؟ إذا يس نفذ action 1 بعدين اطلع من جملة السيلكت كيس، خلاص لا تكمل. طيب إذا مش موجودة، إذا نو يعني نو يعني القيمة السيلكتور مش إحدى القيم الموجودة في value list 1 بضطر أنزل على الكيس الثانية. هل القيمة من ضمن قيم value list 2؟ إذا بنفذ action 2 بخرج. إذا لا بكمل بنزل على الكيس اللي تحتيها وهكذا لحد ما خلص كل الكيسز. إذا مش موجودة القيمة السيلكتور بواحدة من الكيسز وفي عندي وصل عند value list n، إذا موجودة بعمل yes بنفذ action n وبخرج. إذا مش موجودة بروح بعمل اللي هو الاكشن اللي موجود لا perform action of last resort اللي هي اللي بعد الالس كيس الس اللي بعد الكيس الس بنفذه اذا كان موجود عندنا كيس الس. اذا مش موجود عندنا كيس الس وكل القيم ولا حققت ولا قيمه من القيم المحطوطه بالكيسز بخرج من جمله select case بدون ما اعمل شيء عادي ما فيش عندنا مشكله. هذا اول مثال. اول مثال طالب منك تدخل position finishing positions لمجموعة لاعبين بدك تدخل موقع 1 2 3 4 ضمن التكست بوكس اللي اسمه TXT position. إذا ضغطت على هذا الزر بدي يقرأ قيمة البوزيشن من TXT position بعدين يعطيني النتيجة داخل TXT outcome. بدي يفحص لي إذا كانت قيمة البوزيشن 1 بقول له win مثلا فائز. إذا كانت 2 بدي أقول له place. إذا كانت 3 شو. إذا كانت 4 أو 5 بحكي لنا almost in the money. case else out of the money. لاحظ
هيك حط لي. طب هذا لاحظوا وانا احكي، وانا احكي مش بتستنتج ان انا بقدر اعمل هاي الشغله بجمله if else. بتقدر تعملها if position equal 1 then نعمل الاكشن شو هو، else if position، else if position equal 2 action، else if position equal 3 action، else if position equal 4 or position equal 5 then action، else مش بنقدر نعملها if else بس select case رح تكون ابسط. لهيك قال لي انا بقدر اعمل كل شيء بالif else، بالnested if else، حتى لو استغنيت عن جملة select case، بس select case يكون أبسط. لاحظ select case بدل ما أقول if position equal 1 else if position equal 2 if position equal 3 if position equal else if else if طبعا else if else if position equal 4 or position equal 5. لاحظ بجملة select case أول شيء قرأ البوزيشن من txt box.txt وخزنها بالبوزيشن سماه cint. طبعا هذا كاتب لي الكود اللي عنده، مش مغير اسم التكست بوكس، مش مسميه txt position وخليه على text box 1، والtext box 2 اللي هو مش مسمي text box 2، هاي معطيك اسمهن text box 1 هون وtext box 2. المسميات اللي هون بالديجرام اللي قبل بالفورم اللي قبل مش مغير المسميات عادي، الا اللي بدي يطبق يا بتغير المسميات زي ما هي مطلوبة او بخلي المسميات بعدين بغيرها. لاحظ شو عمل، شو الصيغة select case position، شوف كيف الصيغة صارت بجملة select case بدل الـ if else، select case position يعني اختار حالة بناء على قيمة البوزيشن، يعني البوزيشن هذا رح يصير السلكتر. select case position حسب القيمة لنا، case 1 يعني case 1 هاي value list 1 فيها قيمة واحد اللي هي واحد، يعني إذا كان البوزيشن واحد هاي معناها لو قلت لك حولها لجملة if else بتحولها if position equal 1 then text box 2.text equal 1 else if position equal 2 then text box 2.text equal place else if position equal 3 text box 2.text equal show else if. شايفين كيف؟ طيب الكيس else بتقابل الelse بدون إشي. طيب لاحظ بس مين أبسط، الif else ولا select case؟ select case كانت أبسط، select case بناء على البوزيشن، إذا case 1 يعني قيمة البوزيشن واحد راح يطبع لي تكست بوكس 2، كيس 2 يعني قيمة البوزيشن 2 تكست بوكس 2 دوت تكست بليس، كيس 3 يعني قيمة البوزيشن 3 تكست بوكس 2 دوت تكست يساوي شو، كيس 4.5 يعني قيمة البوزيشن إذا كانت 4 أو 5 هاي معنى فواصل يعني قائمة يعني أو 4 أو 5 text box 2.text almost in the money راح يطبع لي عبارة almost in the money، case else يعني لو دخلت 6 أو دخلت 0 أو دخلت سالب 1 ولا لا 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 أي قيمة أخرى case else راح يطبع لي out of the money. هاي أعطاك مثال دخل البوزيشن 2 قلنا كيف تحسب قيمة select case، راح يحسب قيمة البوزيشن هاي 2 عرفنا قيمتها، case 1 هل البوزيشن 1؟ لا. كيس 2 هل قيمة البوزيشن 2؟ اه، بما انه اه شو راح يطبع لي؟ بليس بالتكست بوكس 2 راح يخرج من جملة، راح يخرج يعني لو كيس 2 تكررت كيس 2 كيس 2 كيس 2 مش شرط تكرر بصيغة مباشرة كيس 2 بعدين قلت له كيس 4 ناقص 2 ما هي كمان كيس 2، ما هو القيم مش شرط تكون قيم ليترال ممكن تكون تعبير، الفاليو ليست القيم اللي بالفاليو ليست ممكن تكون تعابير، لو قلت لك كيس 2 ورجعت قلت لك كيس 4 ناقص 2 ما هي 4 ناقص 2 2، اذا تكررت الكيسز باخذ بس اول وحده ينفذ اول وحده وبطلع ما بيكمل، لانه انتم شايفين مجرد ما تنطبق كيس معينه بخرج من جمله السلكت كيس. لو دخلت 3 البوزيشن 3 شو راح يكون؟ بيجي بحسب قيمه البوزيشن 3 هل هي 1؟ لا. هل هي 2؟ لا. 3 اه شو بيعمل لي؟ اطبع شو بخرج. طب لو دخلت 10 البوزيشن 10 كيس 1 هل البوزيشن 1؟ لا. هل هو 2؟ لا. هل هو 3؟ لا. هل هو 4؟ لا. هل هو 5؟ لا. بروح على الكيس إلس لو دخلت 10 اطبع لي out of the money وهكذا.
لاحظ البوزيشن اسمه سيلكتور والفاليو هاي واحد هاي فاليو ليست 1 اثنين فاليو ليست 2 ثلاث فاليو ليست 3 4.5 فاليو ليست 4 وهكذا وهاي كيس ألف. نشوف مثال ثاني. مثال ثاني أعطاني مثال قال لي إذا كان البوزيشن بين الواحد والثلاث اتبع إنه in the money congratulation. إذا كانت أكبر أو يساوي أربعة not in the money. طب بجملة select case بقدر أحط من كذا لكذا. تعلمنا كيف نحط قيم 1.2.3 بالفاليو ليست. طب رينج من إلى نقدر نعبر عنه بالفاليو ليست. بقدر أعبر أكبر أو تساوي خمسة أقل أو تساوي ستة أقل من اثنين. كمان بنقدر بجملة select case. بجملة select case بقدر أعبر عن رينج من القيم. بدل ما أقول 1.2.3 بقدر أقول من 1 لـ 3. إذا بدي كل هني يعمل نفس الأكشن. لاحظ إذا بدي أعمل نفس الأكشن. إذا كل القيم اللي أكبر من 4 بدي أنفذلها نفس الأكشن. فيش داعي أقول 4.5.6.7.8.9. بقدر أعبر عنها بطريقة. كيف بعبر عنها؟ لاحظ select case position case 1 to 3. يعني 1 to 3 يعني إذا كانت قيم البوزيشن من 1 لـ 3. 1 و2 و3. يا 1 يا 2 يا 3. طبعا أور مش أكيد مستحيل تكون من 1 لـ 3 كلهن مع بعض. أكيد أور بيناتهم. Textbooks 2.text in the money congratulation case is. لاحظ إذا بدي أعمل inequality أقل أكبر أكبر أو يساوي أقل أو يساوي لازم تحط case is أكبر أو يساوي 4. إذا أنت حذفت الإز راح يقول لك هو البرنامج. إذا بتكتب على البرمجية البرنامج بكتبها لحاله. إذا أنت نسيت تكتب إز وكتبت لي كيس أكبر أو يساوي 4 البرنامج بحط إز. راح تلاقيها كيس إز أكبر أو يساوي 4. Textbooks 2.text not in the money. طيب هذا المثال. لو دخلنا البوزيشن من Textbooks 1 دخلناه 5. البوزيشن قيمته 5. Select كيس بناء على البوزيشن. راح يحسب قيمة البوزيشن أول شيء اللي هي 5. كيس 1 to 3 يعني البوزيشن من 1 لـ 3. لا راعى الكيس الثاني إز أكبر أو تساوي 4 البوزيشن أكبر أو تساوي 4. إذا راح يطبع لي not in the money. لاحظ يعطاني 2 على المثال هذا. أعطاني دخلت الاثنين دخل البوزيشن 2. 2 راح يفحص أول كيس هل هي بين الواحد والثلاث. بما أنها بين الواحد والثلاث راح يطبع لي in the money congratulation. لاحظ شو طبع لي in the money. طبق عليها الكاس الأولى. طب والكاس الثاني أقول لك حتى لو انطبقت عليها الكاس الثاني والثالثة أول كاس بتنطبق عليه الحالة بخرج بنفذ الأكشن وبطلع. لكن بحكي لنا حتى لو تكررت الكاس راح أول كاس تتنفذ. طيب rules for select case معطينا قواعد مبادئ select case لازم نعرفها. أول شيء القيم اللي ممكن تكون بالvalue list. شو القيم اللي ممكن أحطها بالvalue list. Each value list contains one or more of the following types of items separated by commas. الvalue list ممكن يكون فيها مجموعة من الitems بينات فواصل. يعني ممكن أقول 1.2 to 4 مش شرط 2 to 4 تحطها لحالها. 1.2 to 5 is أكبر أو تساوي 6 بصير كلها نعملها value list واحدة. الvalue list ممكن يكون فيها literal قيم literal. إحنا اتفقنا literal اللي هي قيم مباشرة قيم نصية قيم رقمية قيم literal بنسميها. Variable متغير ممكن أقول له case y يعني ال y تكون من ضمن الvalue list. الواي هاي ما باخذ واي باخذ ايش قيمة واي. ان اكسبريشن ممكن اقول له كيس 2 + 5 او اكس في 2 بصير ولا بصيرش كمان بصير. لاحظ كمان بصير احط متغيرات احط تعبير بالقيم اللي بالفاليو ليست. عادي هو بكل الاحوال بحسب قيمها وبعتبرها باخذ القيمة من الاكسبريشن باخذ القيمة من الفاريبل. طيب an inequality ممكن يكون فيها inequality زي قبل شوي قلنا case is أكبر أو تساوي 4 هاي الانكواليتي اللي هي الأكبر أقل أكبر أو يساوي
أكبر وأقل، أكبر أو يساوي، أقل أو يساوي، هذول نسميه inequality sign. بس إذا استخدمت الانيكواليتي ساين، طب قل لي الإيكواليتي. الإيكواليتي معناها لما أقول لك كيس واحد، يعني البوزيشن إيكوال واحد، هاي معناها، هاي معناها الإيكواليتي. لهيك ما بستخدم إيكواليتي. بس إذا كانت إنيكواليتي، إنيكواليتي اللي هن الأكبر وأكبر أو يساوي، أقل أقل أو يساوي، إذا استخدمتن يعني لكل القيم اللي أكبر من أربعة، فيش داعي أظن نقول 4.5.6.7، ممكن العدد القيم يكون كبير، لهيك ممكن استخدم inequality، بس لازم أسبقها بis. لاحظ sign preceded by is. الانكواليتي لازم أقول قبلها is. case is أكبر أو تساوي أربعة. case is أقل من اثنين. case is and followed by a literal or variable or expression. مش شرط أحط قيم، قلنا دائما مكان الليترال ممكن أحط متغير، ممكن أحط تعبير عادي ما في مشكلة. ممكن استخدم range ضمن الـ value list. الـ value list ممكن استخدم range على شكل A to B. A to B و A و B ممكن يكون literals أو variables أو expressions. يعني مش شرط أقول من واحد واحد to ثلاث، ممكن أقول X to Y، ممكن أقول X زائد 2 to Y ضرب 3. بصير ولا بصيرش؟ بصير، بس بالآخر هو راح يحسب لي شو X زائد 2، راح يحولها لقيمة literal، راح يعتبرها كأنها راح يحسب قيمها، لهيك بالنهاية راح يتعامل معها. Where A and B are literals, variables or expression. بس انتبهوا بالرينج من A to B، A must be less than B. بس راح يرد يحكي لك انه A لازم تكون أقل من B. إذا كانت A قلت له من 3 to 1 logical error، بيطنشها، اعتبرها كأنها مش موجودة، ما بعطيك error، ما بعمل لك error بالsyntax، بس بيعتبر كأنها الكيس هاي مش موجودة. لو قلت له كيس 3 to 1 الصح أقولها كيس 1 to 3، من الصغير للكبير مش من الكبير للصغير. إذا عملتها بالعكس، إذا عملناها بالعكس شو بعمل؟ بتجاهل الكيس، بتجاهلها، ما بعمل لي رن تايم ايرور، يعني بعطيني نتيجة غير متوقعة. بتوقع أنه إذا القيمة بين الثلاث والواحد يروح يشتغلها، هو لأن أنا كتبت له 3 to 1 ما بيشتغل، ما بيطبق الكيس هاي، بتجاهلها. لاحظ أعطانا فورم what was President Wilson's first name، رئيس الولايات المتحدة ويلسونز، بسألنا عن اسمه الأول. إذا ضغطت على الزر، إذا كنت مدخل إجابة صح بده يعطيني إنه إجابتك صح، إذا لا بده يقول لي الاسم الأول إله هو كذا. نشوف كيف اشتغل. then first name as string textbooks 1.txt select case first name dot to upper. لاحظ استخدم first name هون، قبل شوي استخدم البوزيشن، البوزيشن كان انتجر، هسه على الفيرست نيم استخدمه كسلكتور، كسلكتور والفيرست نيم سترينج، بصير ولا بصيرش؟ استخدمه، قلت لك السلكتور ما عليهش قيود، شو ما كان نوعه، انتجر، دبل، سترينج، كاركتر، شو ما كان، بوليان، اذا بدك تحط بوليان بصير، بس البوليان راح يكون الكيسز كيس ترو او كيس فولس. ايه بحطه هاي first name dot to upper. طب ليش قال لي dot to upper؟ عشان انت شو ما كانت حالة الحرف مش مشكلة، انت دخل زي ما بدك، بدك تدخلها كلها small كلها capital، خليط بين الكابيتال والسمول مش مشكلة، بس انا رح اعمل عملية المقارنة بالكيسز اعملهم capital، لهيك القيمة اللي انت بدك تدخلها من التكست بوكس 1 رح احولها لأبر، رح اخذ مش first name، رح اخذ first name dot to upper. كيس توماس، اذا قلت لي انه اسمه توماس بقول لك txt reply dot text، رح أقول لك correct لأنه جوابك صح، رح أطبع فيها correct إذا دخلت توماس لأنه اسمه الأول توماس. إذا دخلت وودرو، وودرو اللي هو اسم أبوه هو توماس وودرو، بقول لك sorry his name was Thomas Woodrow Wilson، sorry بعطيك عبارة sorry. إذا قلت لي president، كلمة president هذا اسمه الأول، هو رئيس، بس شو اسمه الأول؟ President، بقول لك Are you for real؟ يعني متأكد أنت واقعي؟ إذا لا دخلت لي إشي بعيد بقول لك Nice try. طيب هاي مثلا دخلت لي Woodrow، Woodrow، Woodrow لح تدخلها إشي small وإشي capital، أحرف أول حرف capital والباقي small، بس أنا أخذت الأبر إلها select case first name dot to upper. هل هي توماس؟ لو توماس بقول لي correct، بس بقول لي صح. لا
كيس توماس لا، كيس وودرو وودرو أنا دخلت وودرو، شو طبع لي؟ سوري his name was توماس وودرو وولسون. لو دخلت له بريزيدنت بعطيني are you real، لو دخلت له أحمد بعطيني nice try. لاحظ هذا المثال، بنعمل end ضل دقيقة وندخل مرة ثانية نكمل بالselect yes ونكمل بالradio button. طبعاً الشات الأول ليش بعدكم بس 32 شات؟ من أصل أنتوا حاضرين 65-67 طالب. طيب هسا بترجعوا وتكتبوا أسماءكم بالجلسة الثانية.